سيدتي سادتي، مساء النور. بمقر جريدة جسور والمركز المغربي لحقوق الإنسان بجدة، زارتنا اليوم سيدة مقيمة بفرنسا، السيدة زاهية الزكراوي. السيدة هذه وللأسف كما سيدات ومواطنون ومواطنات كثر كيوقعوا ضحية تلاعبات نتاع الأسر ديالهم في وثائق أو في أملاك. المشكل اللي عندها على حسب اللي حكت لنا هو أنها وريثة شرعية هي والإخوان ديالها، وللأسف ناس العائلة ديالها قاموا بإنجاز إراثة عدلية بمدينة بركان وما ضمنوهاش بالأسماء ديالهم كوراثة باش يحرموهم، وبالفعل تم الحرمان ديالهم واحد مبلغ مالي قدروه 300 ألف درهم، 30 ألف أورو ولا 30 مليون سنتيم مغربية. تداعيات نتاع هذا المشكلة أن السيدة المعنية دارت دعوة ببركان لابتدائية بركان. الحكم الذي صدر على ابتدائية بركان لم يرقى إلى تطلعاتها، بحيث أنه صدر بحقهم في اثنين منهم أو ثلاثة حبس موقوف التنفيذ وغرامات هزيلة بالمقارنة مع الفعل الجرمي. السيدة الكريمة، الاسم الكريم؟ زكراوي زاهية. زكراوي زاهية، أنت مقيمة في فرنسا؟ اسبانيا. اسبانيا، بارك الله. بون لاله الزاهيه، قولي لنا المشكل شنو هو؟ المشكل ديالنا با كاين عايش فرنسا مده 50 عام، وكان يصيفط الفلوس للوالده ديالي وكتشي الضيوف وتحط عليها سميتها، وفي الاخير ديالها من بصافي كبير ما بسقو كل شيء، ثلاثه ديال البنات بقاو يغلبوا فيها، بالتالي حطت هذيك 30 ديك الضيوف، زوج تاع الضيوف حطتهم على فوتهم بها البنات. الاخر من مات الوالد ديالي خلى 30 مليون في البنكة. مشيت حنايا درنا واحد الاعطاء فيها حنا 8، وبا كانوا عنده زوج مدنيات، واحد المدنيه فيها حنا 8، واحد المدنيه فيها 5. هي في الاخر ديالهم ما وخواتاتي استغلوا ديك المدنيه اللي فيها 5 داو بها الاعاقه، والمدنيه اللي فيها 8 خلاوها، وحنا من دانا بالمدنيه الاولى دانا حنا 8. يعني الوالده ديالك هي والاخوات ديالك بسوء نيه عوض ما ياخذوا الحاله المدنيه اللي فيها جميع الورثه الشرعيين ومذكورين نتوما هم 8، مشاو خداو غير كناش الحاله المدنيه اللي في 5 دنا. ايه هذيك ما خدموهاش، دسوها وداو اللي فيها غير 5. من داو غير 5 هزو 30 مليون من البنك الشعبي اللي بايو، هزو ديك 30 مليون فاقوها هما 5 بيهم، وحنا ثلاثة أنا وحميدة ونوضي ما دينا والو. كأنكم غير معنيين بالإرادة. ما ديناش الفلوس. والضيوف حنا 5 بينا ما دينا حتى شي حاجة، ولادها زوج وباي بزوج وانا بنتها 3. حنا 5 ما ديناش الضيوف، حطيت غير البنات 3. وضوف حنايا هذاك بانا واحد وهذيك منا وحدة. علاش وقع هذا المشكل؟ وفي التالي داو 12 مشاهد بينما حنا ما كاينين، السيد والد غير 5. محمد الزكراوي والد غير 5 ولا والد 8. ودوك الشهود جابهم المهدي راجل اختي، وكلهم في دار وشربهم ودور معاهم وشهدوا فينا بانما حنا 3 ما كاينينش. ودانا طلب للمحكمه ديال بركان ودات المحامي، ومن بقينا نفوتوا في المحاكم هي ما كانتش تحضر معنا لا هي ولا بناتها. حتى الحلقه الاخيره عدات المحامي، من جاك المحامي حضر معنا الجلسه الاولى الزوجه تحكم الحكام، من تحكم هذاك الحكام ما تحكمش في الصالح ديالنا حنايا، حنا ما ديناش حقنا كما داو خوتنا. شنو حكمت المحكمه؟ حكمت 3 المليون تعويض، انا خلصت تعويض 50 الف ديال التعويض، وعطاونا 3 المليون واحد واحد للواحد، والفلوس ديال بونا فين مشات؟ والحبس شحال عطاوهم؟ عطاوهم سوسي 3 شهور. واش لي وش هادي نزور خرجوا براعه ما عطاوهم والو. اذا سيداتي سادتي، كما استمعنا جميعا الى تفاصيل هذه النزيله الغريبه، السيده هي كتحكي لنا غرابه هذه النزيله كونها تابت
حق هاد الناس بفعل جرمي، بفعل تزوير، بفعل إدلاء ببيانات كاذبة، ومع ذلك كان الحكم بردا وسلاما عليهم بتعويضات هزيلة وحبس سورسي. وي زيدي لالا. وهذا جلختي بدا معايا المحضر أنا وياه عند البوليس، مشاو جابوه البوليس نتاع دوار بوديلا، كنت خطاتهم يمشيو عندو الخطابة عاد جابوه، منين جابوه دار المحضر قدامي وسني على المحضر ديالو، وين مشينا للمحكمة المحضر ديالو ما صبناهش، أما وقف معنا ولا حضر معنا، هو الشهيد اللي جمع الشهود، راجل ختي يعرفني وانا عارفو انا كليت انا وياه وشربنا، تالي قلينا ما كاينينش حنا ثلاثة. وهنا دابا ملي حنا جيتي هنا للمركز ولا جيتي لجريدة الجاسور كطلبي المؤثرة ديال الجريدة ديال المركز المغربي لحقوق الإنسان ولا الجاسور من تحلي للتغطية الإعلامية ولا نشر ما يمكن نشره وفق القانون، انت شنو كطلبي دابا؟ أنا نطلب زعما بهاد المحكمة تاع الاستئناف، زعما نطلب من الله ومنها تعطينا الحق ديالنا من كل شيء اللي داوه لنا، محامنا من كل شيء، ويعطيوني المدنية ديالنا باش نخدم الواقي، يعني أنا كنخدم الواقي ديالي غير بلي الزياد، المدنية محطوطة عندها. هذا مطلب مشروع سيداتي سادتي. السيدة زاهية إنما تلتمس تطبيق القانون، هذا النداء وهذه الصرخة هي موجهة في حقيقة الأمر إلى كل المسؤولين القضائيين، كل المسؤولين القضائيين بالمغرب، السيد وزير العدل، السيد الوكيل العام بوجدة، السيد الرئيس الأول بوجدة، محكمة الاستئناف، كل دينية حسنة لأجل إحقاق الحق وتكريس دولة الحق والقانون. هذه السيدة هذه دابا كتطلب البحث الدقيق والتحري النزيه من هذه النزيله، وكتطلب فقط الحق ولا شيء غير الحق، ما غاديش تطلب هي واحد القضيه اللي ما تستاهلهاش، وانما تطالب فقط بانجاز بالبحث والتحري و اصدار حكم يتماشى ويتوافق مع فداحة الفعل الجرمي اللي قاموا به هذه الناس حقها وحرموها من حقها التركة ديال والدها، بغض النظر على الديور ولا المنازل اللي دارتهم امها في حياة باها وفوتتهم هذه مسائل اخرى، ولكن ثابت في الامر هو ان هذا المبلغ نتاع 30 مليون اللي كان في البنكه وتم السحب ديالو انما تم سحبه بناء على اراثه مزوره. هذه المساله هذه خطيره، بمعنى اخر كان يجب ان يتابع شهود الزور، كان ممكن يجب المتابعه ديالهم، الناس اللي قاموا بانجاز هذه الاراثه كان يجب كذا المتابعه ديالهم قضائيا، وقضيه المبلغ المالي اللي سحبوه هذاك على حساب العارفين بالقضاء والمساطر القضائيه، ممكن السيده تدير دعوه اخرى لاجل استرجاع المبلغ ولا كتكون دعوه مدنيه ولا من هذا القبيل. لهذا هذه السيده هذه تلتمس من السيد الوكيل العام، السيد الرئيس الاول محكمه الاستئناف بوجده، السيد وزير العدل، جميع من له صله بالقضاء في المغرب، القضاء النزيه الشفاف المستقل، ان يتدخل لاجل احقاق الحق ولا شيء غير الحق. اخر كلمه لالا. حنا غادي متبعة هاد الشهود اللي شهدوا فيا بالزور ما يعرفوش با شحال عنده، شهدوا فينا بهاد الشيء وضيعوا لنا حقنا، انا ما سامحاش من حقي ليهم. انا متبعهم في الحق ديالي، علاش كيما اليوم شهدوا علينا حنا غدا يشهدوا على الشرفة، يعني هاد الشهود لزهم العقوبة ديالهم. إذا سيداتي سادتي الرسالة واضحة وواضحة جدا جدا، السيدة لا تلتمس إلا تطبيق القانون، تطبيق القانون في حق كل من خالف هذا القانون، سواء الأم ديالها والأخوات ديالها اللي داروا هذا الفعل الشنيع، سواء شهود الزور اللي شهدوا شهادة غير صحيحة، يجب أن يتابعوا قانونيا. إحنا أملنا كبير في القضاء، أملنا كبير في محكمة الاستئناف بوجدة المعروفة بنزاهة قضاتها ومستشاروها، معروفة بشفافية السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام. نتمناو أن الرسالة ديالك والصرخة ديالك تجد أذن صاغية. سيداتي سادتي، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.